دكاترة سنة أولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. معاكم محمد أحمد من تيم نجاح، زميلكم في الفرقة التانية. إن شاء الله هنشرح النهاردة موضوع مهم جدا في مادة الأناتومي، آخر محاضرة في اللور ليمب بعنوان السول فوت أند الأنكل جوينت. قبل ما نبدأ يا شباب، بس هقول لكم كلمتين كده، نصيحة من أخوكم. يعني المديول ده والله يعني هو تقيل فعلا، يعني احتمال يكون من قتل المديولات الاولى فعلا، ان ما يكونش هو، بس هو مش عايز غير حاجه واحده والله، التزام يا شباب، التزام ثم التزام ثم التزام. يعني ذاكر ذاكر يوم بيومه، اليوم بيومه، اليوم بيومه، المحاضرات اللي نزلت تذاكرها على طول، ما تراكمش عليك حاجه، ما تديش فرصه ان الضغط النفسي يجي لك، لان الضغط النفسي ما بيجيش غير من تراكم المنهج عليك، فما تراكمش عليك فمش هيجي لك ضغط نفسي، وتلاقي الدنيا بسيطه ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يوفقكم. واحكي لكم قصه، بس قصه الامام الشافعي اللي كلنا عارفينها، لما راح للواقع بتاعه لما اتعثر في الحفظ. احنا كلنا عارفين ان الامام الشافعي ربنا وهبه قدره حفظ كبيره، كان بيحفظ بسرعه، فلما جه اتعثر راح للواقع بتاعه اللي بيحفظ يعني، وقال الجمله الشهيره بتاعته: شكوت الى وقيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصم. يعني الجا لربنا في كل حاجه يا شباب، الجا لربنا في كل حاجه انت تعثرت فيها، الجا لربنا وقت زنقتك، حتى لو انت لا قدر الله مثلا تركت الصلاه فتره وجيت لجأت لربنا، ما تقولش ما تخليش الشيطان يتسلل لك ويقول لك انت رايح لربنا دلوقتي ما بتحتاجوش غير لما تتزنق. اه يا عم انا بحتاج وقت في وقت كل وقت، ما تخليش الشيطان هو بيدخلنيش غير في الفتره دي. فربنا يوفقنا ويهدينا كلنا ان شاء الله، تحقق كل اللي انتوا بتتمنوه في المديول ده، وكل واحد يخرج باللي هو عايزه منه، وان شاء الله هيكون مديول سهل. محاضرتنا النهارده السول اوف فود، لو سمعت عنها حاجه قبل كده ان هي محاضره صعبه او كده، لا والله هي سهله جدا، وان شاء الله تطلع من دلوقتي تكون على استفدت باي حاجه ان شاء الله، يعني واقدر افيدكم باي حاجه. السول اوف فود اند الانكل جوينت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تاتي على الصبر باذنك سهل. دلوقتي انت راجل جراح شاطر، وبدات دلوقتي دلوقتي جاي تشرح السول فوت، هتجيب المشرط بتاعك الجميل وشلت الجلد. اول ما تشيل الجلد متوقع تعمل ايه؟ يعني غير ما اقول لك متوقع تعمل ايه؟ فاشيه، فاشيه فعلا، هتقابل فاشيه. ايه هي الفاشيه بتاعت بعد كده بس الاذان، فاشيه، فاشيه بتاعت الجلد، او اسمها بلانترز ابنيوروسز، بلانترز ابنيوروسز، سجاده السول او سجاده بطن القدم. سجاده السول دي يا شباب اللي هي اصلا يعني هي اهم حاجه بتقابلها بعد الجلد. ليه؟ لان هي يا شباب اللي بتحمينا من كل حاجه. تخيل دلوقتي احنا طبيعي يعني احنا مش عارفين كتير، تخيل لو الفاشيه دي مش موجوده، اي ازازه وانت معدي كده يلا يعني الف مبروك، خلاص باراليسز على طول، شلل على طول. ايوه ما هتقطع النرفات دي، بتحمي كل حاجه، الفيزلز والنرفات وكل حاجه دي اللي بتحميها وبتحمينا احنا من كل حاجه. فالفاشيا او بلانترز ابنيوروسز، ايه هي الايبكس بتاعتها؟ هي على شكلها تراينجل زي ما انت شايف، فهي الايبكس اهي عند التيوبركل اوف كالكينيوس، الكالكينيوس التيوبركل بتاعتها ماسكه فيها الايبكس بتاعت الفاشيا دي، تيوبركل اوف كالكينيوس. طب البيس بتاعتها عامله خمسه سليب، خمس شرايح كده، 1 2 3 4 5، خمسه سليب رايحين للتوز، خمسه سليب تو ذا توز، خمسه سليب تو ذا توز. طب ايه هي الفانكشن؟ فانكشن بتاعت اي فشه ايه هي؟ بروتكشن من غير اي حاجه، بروتكشن يا شباب، بروتكشن بتعمل بروتكت الديب ستراكشر بين قوسين نيرف اند فيسلز. بس يا شباب ده كل اللي عايزين نقوله عن الفشه يعني عموما. يبقى الفاشيه تاني ايبكس تيوبيرتال اوف كالكينيوس، البيس بتاعتها خمسه سليبس 5 سليبس تو ذا توز، فانكشن بروتكت الديب ستراكشر بين قوسين نيرفس اند فيزلز. نخش، خلصت انت شلت الجلد وشلت الفاشيه، هتدخل على كعال ايه؟ لايرز اوف سول فود، ماسل بقى، دخلت على خلاص بقى كده الهوبر الكبيره الماسل. فور لاير، فيرست وسكند وثيرد وفورث، فيرست لاير، سكند لاير، ثيرد لاير، فورث لاير. ما تتخضش والله العظيم سهلين، ما تتخضش خالص، سهلين جدا كمان. انت بقى عليك الحاجات دي بقى، ده ما بيجيش غير بالتسكين، ده تسكن بقى، ما هو العضلات هتكتر منك مش هتعرف تحفظها. عايزك بس احفظ التسكيمه ومالكش دعوه، والله احفظ التسكيمه بس. بسم الله. الفيرست لاير عاوزك بس ان اول حاجه، واحد وثلاثه دي ارقام ايه؟ فرديه، واثنين واربعه ارقام زوجيه، يبقى واحد وثلاثه
هتاخد الارقام الفرديه اللي هي 3 ماسل، يعني واحد فيها 3 ماسل يعني الفيرست رير فيها 3 ماسل والثيرد رير فيها 3 ماسل، واثنين واربعه ارقام زوجيه قاعده الاثنينات. السكند لير فيها 2 تندر و2 ماسل، والفورس لير نفس النظام 2 تندر و2 ماسل. يبقى الارقام الفرديه فرديه والارقام الزوجيه قاعده الازواج او الثنائيات، تمام. يبقى الفيرست لير التسكينه بتاعتها ايه؟ من الميديا لللاترال كده. عبد الحليم دب الواد، الواد عبد الحليم ده دب الواد عبد المنعم، بس احنا هنقول فدب، معلش عبد الحليم فدب عبد المنعم. عبد الحليم ابداكتور هالوسز من الميديا لللاترال، ابداكتور هالوسز فدب فليكسور ديجيتورم بريفز، الواد عبد المنعم فليكسور ديجيتي مينيمي. عبد الحليم فدب عبد المنعم، عبد الحليم ابداكتور هالوسز فدب فليكسور ديجيتورم بريفز، عبد المنعم فليكسور ديجيتي مينيمي، فليكسور ديجيتي مينيمي. عبد الحليم فدب عبد المنعم فليكسور ديجيتورم ابداكتور هالوسز فليكسور ديجيتورم بريفز ابداكتور ديجيتي مينيمي. دي الفيرست لاير، سهله سهله ان شاء الله. جبت انت المشرط بتاعك ورحت شايل الفيرست لاير دي خالص، تروح داخل بعدها تلاقي السكند لاير. قال لا السكند لاير، السكند لاير قلنا دي قاعده الثنائيات تندونين ومصلتين، تندونين ومصلتين، والتندونين انت واخدهم قبل كده. لو حد فاكر الباك اوف ليج او البوستيرو كومبارتمنت اوف ليج، كان في الديب جروب كان في تندونين، واحد اسمه فحل وواحد اسمه فضل، فعشان كده دول التسكينه بتاعتها ايه؟ فضل وفحل واربع ديدان باكسسوار، فضل وفحل واربع ديدان باكسسوار، فضل وفحل واربع ديدان باكسسوار. ايه ايه فضل وفحل ده؟ مش انت تندونين واخدهم قبل كده؟ فليكسور هالسوس لونجس وفليكسور ديجيتورام لونجس، فليكسور اهو فضل اهو فليكسور ديجيتورام لونجس وفحل فليكسور فليكسور او هاريسس لونجس فضل وفحل واربع ديدان، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، اسمهم فور لامبريكال ماسل، دول ده أول ماسل، وعضلة مستطيلة اسمها اكسسوارز أو فليكسور ديجيتورام اكسسوارز، والاسم المفضل لها كوادريتاس بلانتاي. اتلخبط؟ لا ما اتلخبطش. تندونين ومصلتين، فضل وفحل، فليكسور هايسس لونجس وفليكسور ديجيتورام لونجس، فليكسور هايسس لونجس وفليكسور ديجيتورام لونجس، فليكسور ديجيتورام لونجس وفليكسور هايسس لونجس، ومسلتين اللي هم اسمهم اربع ديدان باكسسوار، اربع ديدان فور لامبريكال ماسل باكسسوار فليكسور ديجيتورام اكسسوارز، والاسم المفضل لها كوادريتاس بلانتاي. كوادريتاس بلانتاي، كوادريتاس بلانتاي. سهله فيرست لاير والسكند لاير. الثيرد لاير، الثيرد ثلاثه دي ايه؟ رقم فردي يبقى ثلاثه مسل على طول. ثلاثة مصر ماشي. ايه التسكينة بتاعتها؟ هقول لك انا التسكينة بتاعتها ايه. معروف عن البنات ان هم بيشحنوا، والولاد معروف عنهم ما بيشيلوش شحن خالص، حتى ان شال بيبقى واحد صاحبه شايل وواحد تاني مش شايل، فدايما البنات معدين وقت في حكاية الشحن دي. فاحنا نقول فليكس هبة، فليكس هبة، هبة دي بنت، عدة عدة فليكس ديمبري، ديمبري ايه ديمبري ده؟ ديمبري مش في لاعب اسمه ديمبلي ده؟ ديمبري بقى ماشي. يبقى فليكس هبة، فليكس هالوسز بريفز، فليكسور هالوسز بريفز، عده، وانا وانا متعمد اخليها عده باله عشان تفتكر ادكتور هالوس، اد مش اب، فوق في الفيرست لاير كانت ادكتور هالوس، دي ادكتور هالوسز، فليكس ديمبري، فليكسور ديجيتي مينيمي بريفز، فليكسور ديجيتي مينيمي بريفز، فليكسور ديجيتي مينيمي بريفز، اهي فليكسور هالوسز بريفز، فليكس هبه، عده لادكتور هالوسز، دي من الميديا اللي الدكتور هايس، دي هي لها راسين، لها راسين وبليك هيد وترانسفيرز هيد، ما لناش دعوه بيها، هي اسمها دكتور انتك الدكتور هايس وخلاص. فليكس الواد ديمبري، حتى دي فليكس دي صغيره ازاي؟ فليكس ديجيت مينيمي بريف، دي صغيره حتى دي اكبر منها، فليكس ديجيت مينيمي بريفز، فليكس فليكسور ديجيت مينيمي بريفز. يبقى احنا كده خلصنا الفيرست لاير والسكند والثيرد لاير. حفظت التسكيمه؟ اهم حاجه تحفظ التسكيمه، والله اهم حاجه تحفظ التسكيمه وتعيد وتزيد فيها شويه، بعد شويه هتهاجم لانك قدام بقى دلوقتي في نفس في نفس المحاضره دي قدام هتعرف ليه انا بقول لك احفظ التسكيمه. ولو انت مخلصها والله التسكيمه دي بالذات بالظبط هتلاقي كل حاجه في المحاضره سهله، التسكيمه بتاعت المحاضرات دي، لانك هتخش بعد كده الارتريات هتحتاجها والنرفات هتحتاجها. بس والله هي محاضره سهله، محاضره سهله جدا وهتشوف دلوقتي. الفورس لاير ايه دي؟ عدد زوجي يبقى قاعده اثنينات، اتنين تندون واتنين مصر، تندونين ومصريين. التندونين اسمهم ايه؟ التندونين ايه؟ واد اسمه برونو طيب، الواد اسمه برونو، عارفين برونو بتاع اليونايتد؟ طيب، برونو برونيس لونجاس طيب، تيبياليس بوستيرو، قال لك تيبياليس بوستيرو ده انا خدتها قبل كده، يا عم خدتها،
خدتها برضو في الكومبارتمنت، في البوستير كومبارتمنت بتاعت الليج، تيبيالس بوستير. برونو ايه؟ برونياس لونجس، برونياس لونجس اهم اهم، تيبيالس بوستير ده انت خدته قبل كده، وده البرونياس لونجس اهو، ده البرونياس لونجس. طب ايه بقى، ايه بقى المسلتين اسمهم ايه؟ المسلتين معصعصين. ايه معصعصين ده؟ انتر اوسيوس، انتر اوسيوس، انتر اوسيوس مصل. بس انتر اوسيوس دي فيها نوعين، واحده بلانتر، بلانتر انتر اوسيوس، وواحده دورزل. بلانتر انتر اوسيوس ودورزل انتر اوسيوس، بلانتر ودورزل انتر اوسيوس، بلانتر ودورزل انتر اوسيوس. البلانتر اهم، العدد ده مش مهم عشان ثلاثه بلانتر واربعه بلانتر، مش هي اربعه دورزل، دورزل انتر اوسيوس دي تحفظها عشان بس هتحتاجها تاني، انما العدد الثلاثه لا، هي بلانتر انتر اوسيوس ودورزل انتر اوسيوس وخلاص على طول. يبقى تاني الفورس لاير، قاعده الاتنينات، تندونين ومسلتين، تندونين ومسلتين. التندونين اسمهم ايه؟ برونو طيب، برونو برونياس لونجس طيب، تيبيالس بوستيرو. ومعصعص، ايه معصعص؟ معصعص دي اسامي المصري. معصعص يبقى انتروسيوس، الانتروسيوس نوعين، بلانتر ودورزال انتروسيس. الدورزال دول عندهم اربعه تحتاجهم تحت بس في توزيع النيرفات، تديهم ازاي؟ احفظها دورزال انتروسيس وخلاص. دورزال انتروسيس، نعيد نعيد تاني؟ لا انا مش عايز اعيد، انا عايز اوريك الجدول ده بس. ليرز بتاعت السلفود، انا عايزك تحفظ بس التسكيمه، احفظ التسكيمه دلوقتي، ومع التكرار واحنا في المحاضره ان شاء الله هتطلع حافظها ان شاء الله. فيرست لاير، عبد الحليم فدب عبد المنعم، عبد الحليم فدب عبد المنعم، واد عبد الحليم دب عبد المنعم. السكند لاير، على السكند اول حاجه بس، فيرست لاير دي ايه؟ رقم فردي يبقى 3 مصري. السكند لاير عدد ايه؟ عدد زوجي، يبقى ايه؟ قاعده الاتنينات، تندونين ومصيلتين. التندونين اسمهم ايه؟ فضل وفحل. والمصيلين اربع ديدان باكسسوار، اربع ديدان باكسسوار. الثيرد لاير رقم فردي يبقى 3 مصري، فليكس هبه عدى فليكس ديمبري. هبه معروف، هبه دي بنت، البنات بتشحن على الاولاد، ففليكس هبه معدي عدى فليكس ديمبري، الواد ديمبري ده. طب الفورس لاير، الفورس لاير برضو عدد زوجي يبقى تندورين ومسطيل قاعده الاثنين. التندورين اسمه برونو طيب، برونياس لونجاس وتيبيالس بوستيرو. ومعصعص، معصعص ده اسم المصلات، انتروسيوس، انتروسيس، بس فيها منها نوعين، بلانتر انتروسيس ودورزال انتروسيس. الدورزال دول عددهم اربعه، مش مهم تعرف العدد يا عم، بس انا بقول لك عشان تحتاج بس في التوزيع تحت في النيرفات. يبقى تاني مع بعض، مش عايزين نطلع فوق تاني غير بس نشوف الصوت. لير سلو فود، فيرست لير عبد الحليم فدب عبد المنعم، عبد الحليم اب دكتور هالزز، عبد الحليم اب دكتور هالزز فدب فيليكسور ديجيتورن بريفيز، عبد المنعم اب دكتور ديجيتي مينيمو. سكند لير فضل وفح فليكسور ديجيتورن لونجس وفليكسور هالزز لونجس، واربع ديدان فور لامبريكال ماسل، واكسسوار فليكسور ديجيتورم اكسسوارز او اسمها المفضل كوادريتاس بلانتاي. الثيرد لاير فليكس هيبه عدى فليكس ديمبري، فليكس هيبه فليكسور هالسز بريفز عدى الدكتور هالسز، فليكس ديمبري فليكسور ديجيتي مينيمي بريفز. فورث لاير برونو طيب ومعصعص، برونو برونياس لونجس طيب تيبياليس بوستيرو ومعصعص انتر اوسيس، منها بلانتر ومنها دورزل، بلانتر انتر اوسيس ودورزل انتر اوسيس. سهله يا شباب؟ اكيد ان شاء الله سهل. انا بقول لك اهو احفظ التسكيمه هترتاح، احفظ التسكيمه من ميديا لللاتر، ابداكتور هالوسز فليكسور ديجيتورم بريفيس ابداكتور ديجيتي مينيمي. تاني سكند لاير فضل وفحل واربع ددان باكسسوار، فضل فليكسور ديجيتورم لونجس، فحل فليكستور هالوسز لونجس، واربع ديدان فور لامبريكال ماسل، واكسسوار اكسسوارز فليكستور ديجيتورم اكسسوارز، او احفظ الاسم الاحسن كوادريتاس بلانتاي. بس انت لو عارف اكسسوارز كفايه والله، بس انت احفظ بس اهم حاجه التسكيمه. الثيرد لاير، الثيرد لاير ده ثلاثه، يبقى ثلاثه مصر، فليكس هيبه فليكسور هالوسز بريفز عدى فليكس هيبه ميديا لتر اهو، عدى الدكتور هالوسز لها لها راسين بس مالناش دعوه بيها، ولا عدى فليكس ديمبري فليكسور ديجيتي مينيمي بريفس. فورث لاير تو تندون برضو تو مصر، برونو طيب برونياس لونجاس، برونياس لونجاس وتيبيالس بوس، تيبيالس بوسيروس وبرونياس لونجاس، وعندك بلانتر انتر اوسيس ودورزال انتر اوسيس. خلصت يا شباب اهو، خلصت. يا رب تكون حفظت التسكيم، حفظتها؟ طب قول معايا كده، فيرست لاير ايه؟ عبد الحليم فدب عبد المنعم، سكند لير فضل وفحل واربع ديدان باكسسوار،
ثيرد رير فليكس هيبقى عدى فليكس ديمبري. فورس رير طيب برونو طيب ومعصعص. برونو طيب ومعصعص. يا رب تكون حفظتها ان شاء الله. خلصنا دلوقتي. انت خلصت واحد، خلصت الفاشيه، خلصت دلوقتي ايه دلوقتي؟ خلاص انت راجل جراح، خلاص دخلت، خلصت شلت الجلد وخلصت الفاشيه اللي هي اسمها بلانتر ابنيوروسز. بلانترز ابنيوروسز اللي هي ماسكه فين؟ في التوبيركل كالكينيوس، وعامله خمسه سليبس راحه للتوز، وبتعمل بروتكشن للديب ستراكشر. وخلصت اللايرز بتاعتك كلهم، الفيرست والسكند والثيرد والفورث لاير، تمام. وعملنا الجدول اهو. دلوقتي تخش على ايه؟ ارتريز اوف ذا ثول. ارتريز بقى السبلاي، بتعمل سبلاي ازاي؟ دلوقتي انت دلوقتي خلصت خلاص المسح، هتعمل لهم سبلاي ازاي؟ هتعمل لهم سبلاي بارتريهين. ميديال بلانتر ارتري من اسمها، بلانتر اي حاجه، اي كلمه بلانتر لها علاقه بالسلو فود. بلانتر يعني سلو فود اصلا. ميديال بلانتر ارتري، ميديال بلانتر ارتري ولاترال بلانتر ارتري، ميديال بلانتر ارتري ولاترال بلانتر ارتري. بصوا يا شباب اهو، بص بص الاورجن بتاعهم، اورجن مشترك، اورجن مشترك اهو. طالعين منين؟ من ارتري انت خدته بوستيريور تيبيال ارتري او تيبيالز بوستيريور ارتري. ايه تيبيالز بوستيريور ارتري؟ مش عارفه ازاي ده انت واخده، خدته فين؟ في البوستيريور كومبارتمنت اوف ليج. ده اللي بيعمل لها سبلاي اهو، بوستيريور تيبيال ارتري. كان بينتهي في ايه؟ فاكر كان بينتهي فين؟ كان بينتهي عند الفليكسور تينيكولم، ديب ليها، ديب للفليكسور تينيكولم، ورا ايه؟ ورا الميديال ميليورس، ورا الميديال ميليورس يا عم، عند ديب للفليكسور تينيكولم. وكان بيدي، وانت كان بيتفرع، كان بيدي فعلا، كان بيدي فعلا في البلانتر، ميديال بلانتر ارتري ولاتر بلانتر ارتري. يعني انت عارف المعلومه دي؟ اه انا عارفها يا عم، انا عارفها، مش جديده عليا، مش جديده والله. ماشي دلوقتي هم اليوم قلنا الاورجن بتاعهم اهو، من غير ما ندخل على اي كلام اهو، الاورجن اهو. طلع ميديال بلانتر ارتري يا عم ولاتر بلانتر ارتري يا عمنا، تمام. الميديال بلانتر ارتري انت شايفه كده، شايفه كده انت عند فين؟ اه ده تقريبا مش ده البيك 2، اه عند الميديال سايد بتاعه. ايوه هو فعلا والله ده الاند بتاعه، عند الميديال سايد بتاع، الميديال سايد بتاع البيك 2 ده الاند بتاعه فعلا. طب اللاتر بلانتر ارتري؟ اه انا شايفه ماشي اهو، ماشي عدل، ماشي اهو ماشي، وجاي عند ايه ده؟ مش ده الفيكس ميتارس؟ اه وراح عمل كيرف كده، كيرف، عارف الكيرف ده اسمه ايه؟ اسمه ديب بلانتر ارش. اه والله اسمه ديب بلانتر ارش. بعد كده عارف انتهى فين؟ ايه ده؟ ايه الفتحه دي؟ الفتحه دي اسمها فيرست انتر ميتاتارسال، فيرست انتر ميتاتارسال سبيس. الفتحه دي فيرست انتر ميتاتارسال سبيس. اه والله كان بينتهي عنها فين بقى؟ كان لو جيت انت لما الدرزم كده، كان في الدرزم ده كان بيغذي ارتري اسمه ايه؟ درز دبه، درزال سبيس ارتري. اه والله اهو درزال سبيدس بيعمل انستموزس معاه، وده الانت بتاعه. ايوه ده الانت بتاعه، كان بيجي هنا عند الدرزال سبيس في الفيرست انتر ميتاتارسال سبيس، وكان بيعمل انستموزس ويز دورزال سبيدز ارتري، وده الانت بتاعه. انا بس بوريك على رسمه، ولسه هنخش في الكلام، انا بس بعرفك ان هي يعني حاجات سهله فعلا والله. ماشي طب ايه ده اللي هي الديب بلانتر ارش؟ ايه اللي مطلعه ده؟ مطلعه ده اسمها ايه؟ ديجيتال برانشز بقى، راحه للايه؟ للفرنجيز زي ما انت شايف. ديجيتال برانشز، ديجيتال برانشز، ديجيتال برانشز، راح تغذي اهو الفرنجيز كلها. اه تمام نخش بقى كلام مفيد. ماشي ارتريز اوف سول فود، اول حاجه ايه؟ انا عايز بس اوريك الصوره دي اول. الصوره دي بتوضح لك الريليشن ما بين الميديال بلانتر ارتري واللاترال بلانتر ارتري بالايه؟ بالنرفات بتاعتهم، اللي هي الميديال بلانتر نيرف واللاترال بلانتر نيرف. لو لاحظت كده ايه؟ هتلاقي الميديال بلانتر ارتري واللاترال بلانتر ارتري حاشرين النرفات ما بينهم، حاشرين النرفات ما بينهم. خلي الكلمه دي في دماغك، حاشرين النرفات ما بينهم، يعني النرفين ما بينهم. يبقى انا لو جيت قلت لك الميديال بلانتر ارتري علاقته ايه بالميديال بلانتر نيرف؟ ده ميديال ليه؟ اه صح ميديال ليه فعلا والله. الميديال بلانتر ارتري ميديال تو ميديال بلانتر نيرف. طب الميديال بلانتر نيرف علاقته ايه بالميديال بلانتر ارتري؟ لاترال ليه؟ ما تتوهش من تاني، ان الارتريين حاشرين النرفات ما بينهم. فلما اجي اسالك الميديال بلانتر ارتري علاقته ايه بالميديال بلانتر نيرف؟ ده ميديال ليه. طب اللي ميديال بلانتر نيرف علاقته بالميديال بلانتر ارتري عكسها بقى، يبقى لاترال. والتاني بقى نفس النظام، الميديال بلانتر ارتري هيكتب الميديال بلانتر نيرف، والله ده لاترال لي. اه فعلا لاترال دي والله. طب الميديال بلانتر نيرف هيكتب الميديال بلانتر ارتري، ده ميديال لي صح والله ميديال لي فعلا. تمام انا ده كله بس بوريك رسومات، لسه هقول لك الكلام بتنظيمه بقى. نخش بقى على الكلام المفيد اهو، ده التنظيم بقى. ميديال بلانتر ارتري
الاوريجين، انا عايزك انت عايز تعرف عن اي ارتري، انا عايز اعرف والله الاوريجين بتاعه والاند والكورس والريليشن بتاعته، يعني هو مشي ازاي لحد من الاوريجين لحد الاند بتاعته، والبرانشات وعمل برانشات ازاي، وعلاقته بالنيرفات ايه، علاقته بالنيرف ايه، بس انا عايزك تعرف ده بس. كل هو دول بقى اوريجين، احنا قلنا الاوريجين منين يا عم؟ من البوستيريور تيبيال ارتري. البوستيريور تيبيال ارتري ده فين؟ ديب للفيكس ترينكلا، انت لسه واخدها ديب للفيكس ترينكلا ورا الميديال ميليوس يا عم، ماشي. ده الاوريجين، الاند بتاعه قلنا عند ميديال سايد بتاع البيك 2، تمام والله فعلا تمام، هو فعلا اهو عند ميديال ميليوس. طب الكورس بتاعه بقى، اسمع مني بقى، الكورس بتاعه، الكورس بتاعه هو مشي ازاي؟ مشي اول حاجه ديب لل ادكتور ادكتور هالسز، مشي للابدكتور هالسز، مشي مين اول حاجه؟ ديب لعبد الحليم ابدكتور هالسز، بعد كده مشي بتوين عبد الحليم وفدب، مين عبد الحليم ابدكتور هالسز وفدب مين؟ فليكسور ديجيتورام بريفز، اه مشي ما بينهم اهو، مشي ما بين او مشي اول حاجه، اول حاجه ما بين ديب ل ابدكتور هالسز، ابدكتور هالسز عبد الحليم، بعد كده مشي ما بينهم، يبقى ده الكورس بتاعه، بس ديب تو ابدكتور هالسز زين بتوين ابدكتور هالسز اند فدب، بتوين ات يعني ابدكتور هالسز وفدب اللي هي فليكسور ديجيتورام بريفز، تمام يا شباب؟ تمام ان شاء الله. يبقى ده اول حاجه علاقته، يبقى احنا قلنا كده الاوريجن والاند بتاعته وايه والكرسي بتاعه، الكرسي بتاعه، وقلنا بقى ايه علاقته بقى بالنرفات، مش هوريها لك دي، انا عايزك انت بتقولها. انا قلت لك ايه، الارتيرين حاشرين النرفات ما بينهم، حاشرين النرفات ما بينهم، يبقى النيرف ايه علاقته بالبتاع بالارتري، يبقى الميديال بلانتر ارتري، يبقى ميديال للميديال بلانتر نيرف، يبقى الميديال بلانتر نيرف لاترال للميديال بلانتر ارتري، بس يا معلم مش عايزك تعرف كده، انا عايزك تعرف ان هم حاشرينهم بس ما بينهم، هو لاترال تويت النيرف لاترال دي، انا عايزك اقول ايه بس، حط الكلمه دي في دماغك، هو حاشرينهم ما بينهم، هم حاشرينهم ما بينهم بس، مش هقول ايه بقى الارتري، ايه بقى البرانشات بتاعته، ماسكولار وارتيكولار وكوتينيوس، دي معروفه يعني مش محتاجين نقولها، يعني ان هو بيدي ماسكولار وارتيكولار وكوتينيوس، تمام يا شباب؟ يا رب يكون يعني الموضوع سهل، والله الموضوع سهل بس يا شباب ايه، بس احفظ بس التسكيمات، ويعني في كلمات كده تحطها في دماغك وخلاص، يعني النرفات مثلا محشوره بين الارتيرات دي بس تحطها في دماغك، فتيجي ما تحل والله انت محتاج تحفظ اصلا، ولا محتاج هو تفتكر الرسمه. بص على سؤال، انا مش هقول واحد اقول لكم طبعا، ان انت ما بتذاكرش غير رسومات، فتيجي بقى على لاترال بلانتر ارتري، لاترال بلانتر ارتري، في الاول في الميديال بلانتر ارتري ده ان هو السمولر، هو السمولر برانش ده باينه باينه قوي، يعني ان هو السمولر برانش، ده اللارجر برانش بقى الميديال لاترال بلانتر ارتري، لاترال بلانتر ارتري ده اللارجر برانش اللي جاي منين؟ احنا قلنا الاوريجن مشترك، يبقى جاي منين؟ من البوستيريور تيبيال ارتري اللي موجود فين؟ ديب للفيكس تريكلام ورا ميديال ميليوس، يعني عمالين نهري ونعيد ونزيد والله. فده الاوريجن بتاعه، الاند بتاعته قلتها لك فوق خالص، الاند بتاعته فين؟ اهي الاند بتاعته، اهي الاند بتاعته اهي هنا كده، ده في يجي هنا بقى يعمل اناستوموزس مع واحد اسمه ايه؟ دورزاليس بيدس، دب دورزاليس بيدس ارتري، دورزاليس بيدس ارتري، دورزاليس بيدس ارتري، اناستوموزس معاه، فين الحته دي؟ انت ملاحظ ايه؟ مش دي اول سبيس؟ يا عم دي بقى اسمها ايه بقى؟ اسمها الفيرست انتر ميتاتارسال سبيس، فيرست انتر ميتاتارسال سبيس، هو بيعمل بقى اناستوموزس مع الدورزاليس بيدس هنا، يبقى ده اهو لو انت شفت الكرسي بتاعه، بص اهو طالع اهو من البوستيريور تيبيال ارتري، بص بص بص، ويجي عند هنا الفيرست ميتاتارس الفيفس ميتاتارسال، دي الفيفس ميتاتارسال يا شباب، دي الفيفس ميتاتارسال، ويروح عامل كيرف ناحيه الميديا كده، ويروح طلع فوق عمل انستموزس مع حاجه اسمها الدورزاليس بيدس ارتري، دورزاليس بيدس ارتري اهو، تمام دورزاليس بيدس ارتري، ماشي يا شباب. ده الايد بتاعه، الكورس بقى بتاعته ماشي ازاي؟ الكورس هو نفس اللي فات بالظبط والله، نفس اللي فات، ماشي ديب لايه؟ لعضلتين اسمهم ايه؟ فدب وابدكتور عبد الحليم وفدب، ابدكتور هرسز وفليكسور ديجيتورام بريفز، ابدكتور هرسز وفليكسور ديجيتورام بريفز، طب علاقته ايه بالنيرف؟ علاقته ايه بالنيرف؟ مش مستاهله يعني، المحشورين النيرفات محشورين، يبقى هو ايه؟ هو لاترال للنيرف بس النيرف ميديال ليه، ماشي. دي مش هتلاقيني عايز ازيد فيها عشان انا قلت لك افهمها، مش هم مش هم تحفظ افهمها، النيرفات محشوره بينهم،
فاضل بس تكه واحده ان في الكورس بتاعه، ان انا قلت لك اهو هو بيجي هنا كده، هو ماشي اهو بيجي عند الفيفس ميتا ترسل، الفيفس ميتا ترسل جون، ويروح عامل ايه؟ ويروح عامل كيرف كده. الكيرف ده بقى ليه اسم، اسمه الدي بلانتر برانش، الدي بلانتر ارش، الدي بلانتر ارش، اسمه الدي بلانتر ارش اهو، الدي بلانتر ارش يا شباب، تمام؟ الديب بلانتر ارش، بس هو مش عامل كده. والديب بلانتر ارش احنا قلنا ان هو بيعمل ايه؟ بيروح مدي كده حاجه اسمها ديجيتال برانشز، ديجيتال برانشز طلعت تغذي الفنجيز اهي، ديجيتال برانشز. بس ده كل حاجه عن الارتري، عن اللاتر بلانتر ارتري، ان هو لارجر الاورجن بتاعه اورجن مشترك بالسيرو تيبيال ارتري تحت ديب تو الفيكس اتريكولم ورا الميديال ميريورز، تمام؟ وان هو بيمشي الكورس بتاعه ماشي ازاي، بيمشي ديب لي فداب وعبد الحليم ابداكتور هالسز وفداب في اكس ديجيتورام بريفيز، وبعد كده بيكيرف ميديالي ات الفيفس ميتا ترسل، الفيفس ميتا ترسل بيكيرف ميديالي عشان ميديالي عشان يدي الديب بلانتر ارش، يدي الديب بلانتر ارش والديب، وبعد كده يطلع فوق لحد الفيرست انتر ميتا ترسل سبيس ويعمل اناستموزس ويز دورزال سبيس ارتري، ودي الاند بتاعته. وهو علاقته ايه بالنيرف؟ ان النيرف ده بيبقى ماشي ميديال لي، يعني الارتري لاترال للنيرف، تمام؟ وبيدي برانشاته قلنا ماسكولار وارتيكولار وكتينيس زي اخوه، وان البلانتر ارش بيدي بلانتر ديجيتال ارتريس بتاع تغذي الفرنجيز. ده كل حاجه على لاترال بلانتر ارتري. الكورس بتاعه اهو، بس كده خلصت، كده خلصنا ارتز، يعني مش خلصنا محاضره، تمام؟ نعيد بسرعة تاني الفرق بين الميديا بلانتر ارتري واللاترال بلانتر ارتري بسرعة كده مع بعض. الاورجن، الاورجن مشترك، احنا نقول بس ايه، هجيب لك الرسمة، مش عايزين كلام خالص، احنا نجيب الرسمة دي يا معلم، الرسمة دي مفسرة كل حاجة والله. الفرق بينهم الاورجن مشترك بالسيرو تيبال ارتري، الميديا بلانتر ارتري الفرق الاند بتاعته فين؟ الميديال سايد بتاع البيك 2. طب اللاترال بلانتر ارتري بيعمل اسموزس ات الفيرست انتر ميتاترسال سبيس ويز دورزالس ارتري. الكورس بتاعهم ده بيمشي ديب لي ابدكتور هيسز زين بتوين ات اللي هي ديب ابدكتور اللي هي ابدكتور هيسز اند فليكس ديزون بريفز، اما الثاني بيمشي ديب للاثنين من غير اي حاجه اهو، ديب للاثنين ماشي. وبالنسبه بس دي فيها حاجه زياده اللي هو اللاترال بلانتر ارتري، ان هو بيجي عند الفيفس ميتا ترسل ويعمل كيرف ميديالي نسميه ديب بلانتر ارش اهي، ديب بلانتر ارش. والديب بلانتر ارش دي بتدي برانشات اسمها ديجيتال برانشز، بلانتر ديجيتال برانشز او ارتري، تمام؟ بالنسبه بقى لعلاقتهم، علاقتهم بالنيرف، علاقتهم بالنيرف، النيرفات محشوره بينهم، النيرفات المفروض هنا اهي، النيرفات محشوره بينهم، تمام؟ يبقى ده علاقته بالنيرف، ده ميديال للنيرف، طب ده عكسه، ده لاترال للنيرف. طب ده بالنسبه، ده النيرف بالنسبه له، النيرف بالنسبه له لاترال، وده النيرف بالنسبه له ميديال، تمام؟ والله سهل خالص، يعني موضوع سهل جدا، بس انت بسطها على نفسك اهو. قلنا النيرفات محشوره بينهم، خلي الجمله دي في دماغك، النيرف محشور، النيرفات محشوره بين الارتريه. وبعد كده اما تيجي تفكر بقى، فكر هو ده ايه، ما مش هتتلخبط والله ان شاء الله. بس ده كل حاجه، وبيدوا برانشات ايه؟ كوتينيوس وماسكولار وارتيكولار. هنخش بعد كده على حاجه، انت دلوقتي والله انت مش انت مذاكر، مش انت خلصت الارتري وفهمتها، كسبان النيرفات من غير اي حاجه، نفس الكلام بالظبط والله، نفس الكلام، كسبان نيرفات، كسبت معايا، مبروك كسبت معايا نيرفات هديه يا معلم. دلوقتي ايه قلنا الانرفيشن بتاعتهم ايه؟ عباره عن ايه؟ نيرفس اوف ذا سول، ميديال بلانتر نيرف ولاترال بلانتر نيرف، ميديال بلانتر نيرف ولاترال بلانتر نيرف، ما تخافش هما هي والله، ميديا بلانتر نيرف ولاترال بلانتر نيرف، الاورجن مشترك والله العظيم، هي هي بوستيريور تيبيال نيرف، انا دخلتها قبل كده، ايوه انت خدتها قبل كده على في الباك الكومبارتمنت في البوستيريور اوف ليج، البوستيريور تيبيال نيرف، وقلت برضه ان هو بينتهي فين؟ في الديب عند فيكس تريكلوب، وبيدي ايه؟ الميديا بلانتر نيرف ولاترال بلانتر نيرف، انت عارف الكلام ده؟ اه ده انت عارفه من زمان، الله اعلم، الله انت عارفه من زمان، وانا قلت لك ان النيرفات محشوره، فانت مش محتاج، عايز تعرف الكورس؟ عايز تعرف الكورس؟ طب ما هي زي هي بالظبط. بص بقى، بص ميديا بلانتر زي اخوه بالظبط، زي اخوه الشريان بالظبط، هو زي اخوه ماشي، زي اخوه الشريان، ديب 2 ابدكتور هالسز بعد كده بتوين ابدكتور هالسز اند فداب بالفيكس ريتورن بريفز. بص انا حافظها ازاي، شفت انا بقول لك ايه، عبيد ديب لعبد الحليم بعد كده ما بين عبد الحليم وفداب، شفت، واروح قايل العضل، يعني معناها ان التسكيمه محافظين اسم العضل،
فدلوقتي الميديال بلانتر نيرف زي اخش الشريان بالظبط، بس هو ماشي ايه ميديال تو ات، يعني الارتري بالنسبه للشريان، الارتري بالنسبه للنيرف لاترال لي، انما النيرف بالنسبه للارتري لاترال لي. تمام. ودلوقتي تخش بقى على اللاترال بلانتر نيرف. اللاترال بلانتر نيرف زي اخوه بالظبط، زي اخوه زي اللاترال بلانتر ارتري بالظبط. فانت تلاقي مثلا ماشي ازاي، ماشي برضو ديب لابدكتور هاليسز وفليكسور ديجيتورال بريفيس، بس وبيجي يعمل نفس الحركه بس زياده شويه، اللي هو عند الفيفسي ميتاتارسال بون بيعمل ايه، تروح الترانك بتاعته، يعني اجيب لك الصوره، بص يا شباب هو دلوقتي اهو، ده دلوقتي ايه، ده اللاترال بلانتر ارتري، لاترال بلانتر ارتري. تمام. دي دلوقتي هنسميها ترانك، هيجي عند الفيفسي ميتاتارسال زي الشريان بالظبط، زي خش شريان، ويروح بقى عند الديب برانش، بس بيدي حاجه زياده، بيدي سوبرفيشال برانش. ده كل ما في الموضوع، ان هو بيعمل ديب برانش وسوبرفيشال برانش. والديب برانش سالك نفس سلوك النيرف، اللي هو ازاي بيبقى ميديال للارتري. اه والله اهو، بص اهو الديب برانش اهو ميديال فعلا للارتري، اهو ميديال للارتري. تمام. يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه، ان هو الكورس ماشيين زي اخواته، ده الميديال زي اخوه تيبيكال، اما اللاترال في حاجه زياده ان هو بيدي بس سوبرفيشال، بس بيعمل ديب برانش زي اخوه، انت اسمها ديب بلانتر ارش، ده بيعمل ديب برانش برضه. تمام. نيجي على الحاجه اللي انت شايفها صعبه، وانا شايف ان ايه يعني والله العظيم سهله جدا، بس انت احفظ التسكيمه برضه. بص يا شباب، اهم حاجه، اهم حاجه الاناتومي حاجتين، تسكيم وصور. ان ما عرفتش تفهم الصوره سكه، ان ما قدرتش تفهم الصوره، بس والله في يعني في صور بتبقى موضحه نفسها، زي الصوره دي بالظبط كده، يعني زي صور الشريان وزي صور الشريان والنرفات، الارتريز والنرف دي والله موضحه نفسها. ف يعني انا رايي انت تحفظ تفهم الصوره، بعد كده تشوف التسكيمه، والله التسكيمه دي يعني مسهله حاجات كتير قوي. لو انت حافظ تسكيمه الفور لاير بتاعه المصل فوق، الجدول ده وده انساهم، شيلهم خالص من دماغك. تمام. انت دلوقتي عايزين نعرف كل نيرف بيدي ايه من عضلات الفور لاير، الفور لاير بيدي ايه منهم، وبيدي ايه من الكوتينيوس، من الجلد، من السكين بتاعت من السكين بتاعت السول. تمام. شوف بقى التسكيمه دي من اخوك، ويعني ايه واحفظها حلو، والله العظيم هتلاقيها سهله قوي. اول حاجه الميديال بلانتر نيرف بيدي ايه من الماسكل، من المصل يعني من الماسكولار، بيدي عبد الحليم فدب اول دوده وفليكس هبه. ايه ده، هي التعويذه دي ولا ايه؟ لا والله ما هي التعويذه، عبد الحليم فدب اول دوده وفليكس هبه، عبد الحليم فدب اول دوده وفليكس هبه، عبد الحليم ابداكتور هالوسز فدب فليكس ديجيتال بريفز. اه ده دول موجودين فين، في الفيرست لاير. فانت لو عارف ان دي تسكيمه الفيرست لاير، والله العظيم بقى شيل الجدول ده خالص. لو عارف ان دي ان دول في الفيرست لاير، خلاص شيل الجدول ده امسحه. انا بس حاططه لك عشان تعرف ان دي فيرست لاير، ان هو ده بيدي ده، ان النيرف ده بيدي دول من فيرست لاير بس. اول دوده وانا خدت الدوده دي فين؟ خدتها في السكند لاير يا عم، لما قلت لك فضل وفحل واربع دنان باكسسوار، هو بيدي اول دوده بس الفيرست لامبريكال. تمام. وفليكس هبه، فليكس هبه انا شفتها فين دي؟ شفتها في تسكيمه السرد لاير يا عم، انت بتنكر ليه كده؟ فليكس هبه عدى فليكس ديمبري، فليكس هيبه فليكس والهايوس بريفيس، بس كده. يبقى عبد الحليم فدب اول دوده وفليكس هيبه، ده من مصر، عبد الحليم فدب اول دوده وفليكس هيبه، عبد الحليم فدب اول دوده وفليكس هيبه، عبد الحليم وفدب ده دول في الفيرست لاير، عبد الحليم فدب عبد المنعم صح، واول دوده فيرست امريكان ده في السكند لاير، وفليكس هيبه ده في السيرد لاير. ما بيديش حاجه في الفيرست لاير، ما بيديش والله. طب بيدي في الكوتينيوس، بص يا عم في الكوتينيوس على الرسمه دي ميديا بلانتر، ده شايف ايه؟ ده بيدي اه ده الميديا تو ثيرد، بيدي الميديا تو ثيرد من السكين بتاع السول، وبيدي كمان ايه ده؟ ده بيدي بيدي 3.5، اه بيدي اول 3.75 ميديا ليه؟ ميديا 3.5 توز، وكمان ساعات اكستند تو زير دورزال سيرفيس والترمينال فانجيز بتاعته، يعني ساعات بيعدي كمان ويدي الدورزم اه بيعديها ساعات ويدي الدورزم بتاعتها وبالترمينال فانجيز. سهلة؟ حاسس انت مستصعبها ليه؟ مش عارف والله ما صعبة. يبقى تاني بيدي ايه من مصر والكوتينيس؟
بيدي عبد الحليم فدب اول دوده وفليكس هيبه من غير ما اشوف الله. عبد الحليم فدب اول دوده فليكس هيبه، عبد الحليم فدب اول دوده فليكس هيبه، عبد الحليم ابداكتور هايس فدب فليكس ديوتران بريفس اول دوده فيرست لامبيريكال وفليكس هيبه فليكس هايس بريفس. لو انت حافظ ان دول تسكيمات الفور ليا اللي فوق امسح الجدول ده ومش عايزك تحفظه لانك انت كده كده حافظه. انا بس بوريك ان ده ان عبد الحليم فدب دول في الفيرست لير واول دوده في السكند وفليكس هيبه اللي هو فليكس هايس بريفس ده في السيرد. طب بيدي كوتينيوس بيدي الميديا تو ثيرد الميديا تو ثيرد والميديا 3 ونص تو والميديا 3 ونص دول ميديا 3 ونص دول بيعدي ساعات اكستند اكستند يمتد فين لحد الدورزم بتاعهم ميديا 3 ونص توز بس لحد الدورزم ويدي التيرمينال فرنجيز بتاعتهم. تمام يا شباب، يا رب اكون حاولت اسهل اي حاجه، يا رب اكون سهلت اي حاجه. طب اللاترال بلانتر نيرف يا عم، احنا اتفقنا ان اللاترال بلانتر نيرف ده عباره عن ايه؟ عباره عن دلوقتي اجيب لك الصوره بس ثانيه. احنا قلنا ان هو عباره عن دلوقتي ترانك وديب برانش وسوبرفيشال برانش، فاكيد كل حاجه هتدي حاجه، اكيد الترانك هتدي حاجه والديب هيدي حاجه والسوبرفيشال هيدي حاجه، كل حاجه لها تسكيلتها. وبرده لو حافظ هقولها تاني معلش انا برغي كتير، لو حافظ تسكيمات الفور لير فوق ما تبصش على الجدول ده، انا اللي بقول لك ما تبصش عليه، يعني مش انا اللي بقول لك، يعني قصدي يعني ان انت كده كده حافظهم، يعني حافظهم خلاص مش مشكله، انت كده كده حافظ تسكيمه الفيرست لير والسكند والثيرد والفور. الفيرست لير كانت ايه؟ عبد الحليم فدب عبد المنعم، السكند لير فض وفحل واربع دايمكس اسوار، الثيرد لير فليكس هبه عدى فليكس ديمبري، الفورث لير برونو طيب ومعصعص. طب ماشي يا عم، الترنك احنا قلنا نرجع بقى للاترال بلانتر نيرف، الترنك تدي ايه والديب بيدي ايه والسوبر فيشال بيدي ايه؟ والله كل حاجه لها تسكيمه احفظها. الترنك عبد المنعم وتلت الجلد باكسسوار، يعني ايه؟ عبد المنعم ابدكتور ديش دي مينيمي، ابدكتور ديش دي مينيمي ده كانت في الفور كانت في الفيرست لاير ايوه. يعني ايه تلت الجلد؟ مش انت الميديا اللي ادى التو ثيرد ادى التو ثيرد الميديا التو ثيرد ده هيدي اللاترال ثيرد يا عم اللاترال ثيرد. تمام، ايه باكسسوار؟ اكسسوار اكسسوارز اكسسوارز كانت في السكند لاير في الاكسور ديتونوم اكسسوارز او اللي اسمها كوادريتس بلانتاي. ده الترنك بيدي، يعني الترنك بيدي عبد المنعم وتلت الجلد باكسسواره. طب الديب، بص بقى الديب اول ثلاثه معصعصين عدوا باقي الديدان، عدوا باقي الديدان اول ثلاثه ايه اول ثلاثه معصعصين دي؟ مش انا قلت لك ان الانتر اوسيس الدورسال كان اربعه؟ كان اربعه صح؟ ده الديب بيدي اول ثلاثه بس. طب اللي الرابعه دي اللي بيديها السوبرفيشال بقى اهو اهو عندك اول انتر اوسيس دورسال اكسبت الفور بيديها سوبرفيشال، دي يعني ديب والاس يعني سوبرفيشال اختصارات يعني تي ترانك. تمام، يبقى اول ثلاثه معصعصين عدوا الدكتور هالوسز اهي عدوا باقي الديدان. ايه باقي الديدان دي؟ مش الميديا البلانتر كان مدي اول دوده ده مدي باقي الديدان، مش هم اربعه لامبريكر ده خد الفيرست يبقى ده ياخد السكند والثيرد والفورث لامبريكر ده الديب. اول ثلاثه معصعصين عدوا باقي الديدان، اول ثلاثه معصعصين عدوا باقي الديدان، اول ثلاثه معصعصين قول انتر اوسيس اكسبت الفورث بيديها السوبرفيشال عدوا الدكتور هايزنز باقي الديدان السكند والثيرد والفورث لامبريكال. طب السوبرفيشال، السوبرفيشال المعصعص الرابع وفليكس ديمبري وسبع ونص، ايه ده مش فاهم حاجه. ايه المعصعص الرابع ده؟ مش انا قلت لك قول انتروسيس اكسبت الفورث بيديها السوبرفيشال دي عارفينها، وفليكس ديمبري ايه فليكس ديمبري دي كانت في الثيرد لاير فليكس هيبقى عدى فليكس ديمبري فليكس ديجيتي مينيم بريفس صح، وسبع ونص ايه سبع ونص ده؟ مش الميديال بلانتر كان يدي ثلاثه ونص ده يدي السبعه ونص وبرده اكسيدنت تو الدورزل يعني بيعدي الدورزل ويدي تيرمينال فانجيس كمان. حاسك تهت، حاسس بيك حاسس بيك والله، بس انا بقول لك احفظ التسكيمه وعيدها مره واثنين والله العظيم هتلاقيها سهله. المحاضره دي انا كنت السنه اللي فاتت اقسم بالله بستصعبها جدا، يعني كانت بالنسبه لي فعلا عقده والله العظيم، يعني بعد التسكيمات دي كانت بقت سهله يعني والله العظيم بقت سهله خالص. يعني انا بقول لك احفظ التسكيمه هتلاقي ان شاء الله اكون حاولت اسهل لك اي حاجه، فبس انت احفظ تسكيمه الفور لير فوق واحفظ وهتلاقي الباقي ده سهل بالنسبه لك. معاك التسكيمات فوق؟ تعالى يا عم. ايه بقى بيدي ماسك عبد الحليم فدب اول دوده وفليكس هيبه؟ انا حفظت الميديا بيدي ايه؟ عبد الحليم فدب اول دوده وفليكس هيبه ماشي. الترنك بتدي عبد المنعم وتلت الجد باكسسوار، الديب اول ثلاثه معصعصين عدوا باقي الديدان، السوبرفيشال المعصعص الرابع وفليكس ديمبري وسبع ونص. تعوزه حلو
يعني يا رب شباب اكون سعيد والله عليكم، يعني ان شاء الله الموضوع هيبقى سهل ان شاء الله. يعني دلوقتي وصلنا للكوتينيوس. الكوتينيوس ده الكتاب عاملها، انا عشان اللي متابع معايا من الكتاب شايفك اللي متابع من الكتاب وعمال مراقبني، يعني ما تخافش يا عم احنا محضرين الداتا من الكتاب برضه، فالدنيا حلوه يعني ان شاء الله. ميديال بلانتر نيرف بيدي ايه؟ 2 ثيرد. الميديال 2 ثيرد. اللاترال بلانتر نيرف بيدي ايه؟ بيدي اللاترال ثيرد. اللاترال ثيرد فاضل لك بس الميديال، فاضل لك الميديال بتاع الهيل. الميديال سايد بتاع الهيل ده بيديها نيرف اسمه ميديال كالكينيال برانش. البرانش ده برده جاي من مين؟ من البوستيريور تيبيال نيرف. والله برده جاي من البوستيريور تيبيال نيرف. بوستيريور تيبيال نيرف. يبقى اول حاجه الميديال بلانتر نيرف بيدي الميديال تو ثيرد، وبيدي الثلاثه ونص ميديال، ثلاثه ونص توز، وايه بالدورسم بتاعتهم والترمينال فانجيز. طب اللاترال بلانتر نيرف بيدي اللاترال ثيرد بالواحد ونص توز الباقيين، اللاترال واحد ونص والدورسم بتاعتهم. طب الميديال سايد بتاع الهيل بيدي ايه؟ بيدي الميديال كالكينيال برانش. ميديال كالكينيال برانش ده برانش من بوستيريور تيبيال نيرف. كده يا شباب احنا خلصنا السول اوف فود بكل حاجتها. لو عايزين نرجع على طول كده ان شاء الله مراجعه في دقيقه كده، مراجعه في دقيقه كده يا شباب، وايه ونخش بعد كده على انكل جوينت. انكل جوينت حاجه سهله ما تقلقش، يعني ما تقولش ان انا يعني ايه، احنا بقى لنا 40 دقيقه بس ما تطولناش، يعني الموضوع سهل ان شاء الله. موضوع سهل. اول حاجه خلص بسرعه كده، بلانتر ابنيوروسيس الايبكس تيوبيركلز اوف كالكينيوس البيس خمسه سليبس تو ذا توز الفانكشن بروتكشن نيرف اند فيز ليرز اوف ذا سول فود. عندك فور لاير، فيرست لاير عبد المنعم عبد الحليم فدبه عبد المنعم ابدكتور هيسوس فليكسور ديجيتورم بريفز ابدكتور ديجيتي مينيمي. سكند لاير فضل وفحل واربع دايم اكسسوار فليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور هيسوس لونجس كوادريتس برانتاي او الاكسسوارز او والفور لامبريكان مصر. الثيرد لاير فليكس هبه عده فليكس تيمبري فليكس واسوس بريفز عده الدكتور هيرسز فليكسور ديجيتي مينيمي بريفز. يا ريت برضو تحفظوا الصور وانا اوريكم عايز كده برضو. عندك تاني الفور لاير ده قاعده التنينات، احنا قلنا ايه ان واحد وثلاثه ثلاثه مصل واثنين واربعه قاعده التنينات تو تندرين مصلين تندرين برونو طيب برونيس لونجس تيبيالس بوستيرور مصلتين انتر اوسيس بلانتر ودورزال. تمام ودي الجدول اهو بيهم. الارتريات اهي الصوره اهي من غير ما تشوف الكلام خالص. الارتريات اول حاجه الاورجن مشترك بوستيريور تيبيال ارتري ده الاند بتاعتهم. الميديال بلانتر ارتري بينتهي عن الميديال سايد اوف البيك 2، اما اللاترال بلانتر ارتري بيعمل اناستموزس في الفيرست انتر ميتاتارسال سبيس مع دوزاريس بيتس ارتري. الكورس بتاعتهم الميديال بلانتر ارتري بيمشي ديب دي ابداكتور هيرسز زين بتوين ابداكتور هيرسز اند فادر في ديكسو ديجيتورام ريفز. اما اللاترال بلانتر ارتري بيمشي ديب للاثنين اللي هي ابداكتور هيرسز اند فيكسو ديجيتورام ريفز زين اد الفيفس ميتاتارسال. الفيفس ميتاتارسال بون بيعمل كيرف ميديالي فيدي الميديال الدي بلانتر ارش. الدي بلانتر ارش اللي هي بتعمل اللي هي بتدي ديجيتال برانشز تعمل سبلاي الفرنجيز. تمام وايه عندنا ايه عندنا علاقتهم بالنرفات ايه؟ النرفات محشوره بينهم، وخد بالك من الكلمه دي النرف محشورين بينهم. يبقى النرف الميديال بلانتر نرف علاقته ايه بالميديال بلانتر ارتري؟ لاترالي. وكذلك الميديال بلانتر ارتري ميديال للميديال بلانتر نيرف، واللاترال بلانتر ارتري بيبقى لاترال للميديال لللاترال بلانتر نيرف. تمام واللاترال بلانتر نيرف ميديال لللاترال بلانتر ارتري. احفظ محشورين بينهم عشان ما تقولش ان انا عمال اخبطك، محشورين بينهم بس. تمام دخلنا بعد كده على النيرفات وقلنا ان ايه هي الاورجن نفس الاورجن، الكورس نفس الكورس بالظبط ما عدا ان اللاتر بلانتر نيرف بيدي سوبرفيشال اهو بيدي بيبقى ترانك عباره عن ترانك ودي برانش سوبرفيشال برانش. وبعد كده تيجي على البرانشات ماسكولار. الميديال بلانتر ارتري بيدي عبد الحليم فدب او دوده وفليكس هبه، اما اللاترال نيرف انا عايزك تحفظها والله بالتسكيمه، تحفظ اول حاجه فوق تروح حافظ الفورير باساميهم بتسكيماتهم. تمام تيجي تحت تروح حافظ التسكيمه بس. الترنك عبد المنعم وتلتي جدي باكسسواره، الديب اول ثلاثه معصعصين عدوا على باقي الديدان، السوبر فيشر الرابع المعصعص وفليكس ديمبري وسبع ونص. الكوتينيوس تيجي عند الكوتينيوس الميديا تو ثيرد بيديها الميديا بانتر ارتري بالميديا ثلاثه ونص توز بالدورزل بتاعتهم والترمينال فانجيز. اللاترال بانتر نيرف بيدي اللاترال ثيرد و
الميديال الكالكينيه البرانش بيدي الهيل ميديال سايد بتاعه. تخش على اخر حاجه موضوع سهل وبسيط الانكل جوينت. انكل جوينت حاجه سهله والله العظيم، يعني اللي هي التحليه بتاعت الموضوع النهارده الانكل جوينت معمول بايه؟ زي ما انت شايف كده معمول بايه؟ معمول بالتيبيا والفيبيولا وايه؟ وعظمه من عظام الفوت، عظمه عظام الفوت اللي هي التيلس. التيلس اهي يا شباب، تيلس تيبيا فيبيولا التيلس. تمام كل الصور. ايه الطيب بتاعه ايه؟ ساينوفيل هنج. يعني ايه هنج دي؟ هنج دي مش هقولها لك غير في الاخر لما تدخل الموفمنت بتاعته، او اقولها لك دلوقتي عشان ما ابداكش يعني على ايه، يعني نعرف من الاول كده ان هو ليه ساينوفيل هنج. هنج يعني لان هو ما بيعملش غير حركتين بس، دورزي فليكشن. يعني ايه دورزي فليكشن؟ يعني بنزل الدرزه من تحت يبقى اسمها ايه؟ اكستنشن او اكستنشن. بيعمل دورزي فليكشن او اكستنشن، وبيعمل برانتر فليكشن او فليكشن. يعني ايه بلانتر فليكشن او فليكشن؟ وبتاع سيبهم للاخر، سيبهم للاخر وانا هوريهم لك. يبقى الطيب ساينوفيال هنج، ساينوفيال هنج. تمام. ارتيكولار بارت يعني ايه ارتيكولار بارت؟ يعني بيتعمل يعني بيتكون من ايه؟ قلنا اباف لور اند اوف تيبيا اند والميديال لاترال ميليولاس وبلو البادي اوف تيلس. وريتها لك مره وريتها لك تاني برضو اهي، تيلس والتيبيا الميديال واللاترال ميليولاس، الميديال واللاترال ميليولاس. هي الفيبيولا والله بتشتري برضه بس يعني ايه الكتاب مش ذكرها. تمام. الكبسول. الكبسول كبسول يعني ايه؟ بيقول لك انكلوز ذا جوينت اند اتاش تو مارجن اوف الارتيكولار سيرفيس. يعني ايه؟ يعني حواليه كبسول، يعني حواليه كبسول ماسك في المارجن بتاعت الارتيكولار سيرفيس بتاعت اللي هي اللي هي برضه التيلس والفيبيولا والتيبيا. تمام. في وفي برضه سينوفيال ميمبرين لاين ذا كبسول. في سينوفيال ميمبرين لاين ذا كبسول، ده كله يعني كلام ما ينفعش شرح، يعني كلام قراءه كده. سينوفيال ميمبرين. تمام. نيجي بقى المهم، ليجامنت. ليجامنت ليجامنت ايه الليجامنت السبب بتاعته؟ هو ليه يعني الليجامنت دي اول حاجه يا شباب؟ دي طبعا انت عارفين ان الليجامنت هي اللي بتثبت الجوين، فالليجامنت بتاعته هو ليه ليجامنت؟ ميديال كولاترال ليجامنت او اسمه ديلتويد، وده القوي. ميديال كولاترال ديلتويد ليجامنت، ميديال كولاترال او ديلتويد ليجامنت يعني اسمه المشهور بتاعه الديلتويد او الميديال. سيبك من الكولاترال دي. والتاني اسمه لاترال كولاترال ليجامنت او الويكر، ده يعني ضعيف. لاترال كولاترال ليجامنت. نيجي لك تاني بقى الميديال كولاترال ليجامنت او الديلتويد ليجامنت. ماشي يا شباب يلا معايا كده. الايبكس بتاعته هو شكله مثلث برضه اهو، ليه ايبكس وليه لا ايبكس ولا ايه؟ لا بيس. تمام. الايبكس بتاعته ماسك في التيب وفي الميديال ميليولس بتاعت ايه؟ بتاعت التيبيا. بتاعت التيبيا ماسك في الميديال ميليولس. فوس 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 اهي اهي بتاعت التيبيا. تمام. حتى هتلاقي الليجامنتات كلها اسمها ايه؟ تيبيو كالكينيال بارت، تيبيو نافيكولار بارت، انتيريور تيبيو لاترال بارت، ميديال. فاهمين؟ كل ده كلها ماسكه في ايه؟ في الميديال ميليولس بتاعت التيبيا. تمام يا شباب. ده البيز بتاعته. عباره عن ايه بقى الليجامنت؟ الليجامنت ده عباره عن ديب بارت وسوبرفيشال بارت. الديب بارت بتاعه اهو ده الديب بارت، بس ده الديب بارت اللي هو عباره عن جزء ايه؟ جزء اللي هي البوستيريور تي البوستيريور تيلو تيبيلر، ده بوستيريور تيبيولا تيلر بارت، البوستيريور تيبيو تيلر بارت، البوستيريور تيبيو اهو يا شباب ده كده، ده هو الديب بارت. الديب بارت ده بقى ماسك في ايه؟ ماسك في ايه؟ ماسك في نون ارتيكولار بارت اوف البادي اوف تيلس، يعني ماسك في حته مش من الجزء الارتيكولار بتاع التيلس. يعني الديب بارت يعني بس شباب يعني ايه؟ هي حته مش لها لازمه قوي يعني، بس ان احفظها كده ان الديب بارت ماسك في نون ارتيكولار بارت اوف البادي اوف تيلس، اتاش تو نون ارتيكولار بارت اوف البادي اوف تيلس. يعني ماشي، يعني مش ماسك في حته ارتيكولار تبع الجوينت نفسه. تمام. اهم حاجه بقى هي السوبرفيشال بارت، اهم حاجه هي السوبرفيشال بارت. بص يا شباب
السوبر فيشال بارت عباره عن 4 اجزاء، احفظهم مني كده، احفظهم مني كده. تيبيو كالكينيال اهو ماسك في جزء، فازك في جزء من الكالكينيس، من عضله الكالكينيس، اسمه ايه؟ ساستانتيكولام تيلاي اهو. و تيبيو نافيكولار ماسك في عظمه النافيكولار، ماسك في حتى في نافيكولار اسمها ايه؟ تيوبيركل اوف نافيكولار، تيوبروستي اوف نافيكولار بون اهي. اهي يا شباب اهي. تمام؟ دي رقم 2. رقم 3 تيبيو تيلر، انتيريور تيبيو تيلر، انتيريور تيبيو تيلر ماسك فين بقى؟ في التيبيو تيلر ده ماسك في الميديا سيفر بتاعت التيرس، ماسك في التيرس اهو. الجزء البستيرور من التيلس ده هو الديب النان ارتيكولار، ماسك في النان ارتيكولار بارت. تمام. رقم 4 ليجامنت ما بين النافيكولار والكالكينيوس اهي، الحته دي اهي اهي، اسمها ايه؟ اسمها اسمه سبرينج ليجامنت، او اسمه بلانتر كالكينيو نافيكولار ليجامنت. مش هو جاي من الكالكينيوس والنافيكولار ما بينهم، يبقى اسمه ايه؟ كالكينيو نافيكولار، وهو بلانتر طبعا، يبقى كالكينيو نافيكولار ليجامنت، كالكينيو نافيكولار ليجامنت، كالكينيو نافيكولار ليجامنت. يبقى الثانية يا شباب، انا عارف ان انا يعني ما وضحتهاش قوي، بس انا والله يعني احاول ان اعملها ثاني اهو. الايبكس بتاعتها قلنا الميديال ميدولاس اوف التيرس، هي صعبه شويه بس والله يعني احاول افهمها لك يعني واسالها لك. ثاني، هو ماسكه فين؟ في الميديال ميسو بتاعت التيبيا. تمام؟ ماسك في التيبيا فوق، ليه جزئين؟ جزء ديب وجزء سوبرفيشال. الجزء الديب قلت لك اهو، اللي هو البوستيريور، الجزء البوستيريور ده جاي منين؟ جاي من فوق، جاي من فوق، ما هو جاي من التيلو، جاي من التيبيا ونازل على التيلس تحت، نازل على التيلس هو، بس هو مش ماسك في ماسك ايه؟ في نون ارتيكولار بارت وفي التيلس. تمام؟ نون ارتيكولار بارت اتشتو نون ارتيكولار بارت، وفي البادي وفي التيلس. تمام؟ دي الديب بارت. طب السوبرفيشال بارت، قلت لك السوبرفيشال بارت ده اربعه لاربع اجزاء. ايه هم الاربع اجزاء؟ قلت لك تيبيو نافيكولار، نافيكولار يعني جاي من التيبيا ماسك في في عظمه النافيكولار، ماسك فين؟ في التيبروستي اوف النافيكولار اهو، نافيكولار تيبروستي. ده اول حاجه. ثاني حاجه تيبيو، تيبيو يعني جاي من التيبيا فوق ورايح يمسك في الكالكينيوس، يبقى تيبيو كالكينيوس، تيبيو كالكين، يبقى ورايح يمسك في حته في الكالكينيوس اسمها ساستانتيكولام تيلاي اهي، وريت لك برضه اهي اهي، ساستانتيكولام تيلاي اهي، ساستانتيكولام تيلاي او جاي من التيبيا فوق اهو ورايح يمسك في الكالكينيوس، تيبيو كالكينيال بارت. تمام. ثالث جزء اسمه ايه؟ تيبيو تيلر بارت، انتيرو تيبيو تيلر بارت، جاي من التيبيا فوق رايح يمسك في التيلس، رايح يمسك فين؟ في الميديال سايد، في الميديال سايد بتاع التيلس اهو اهو. رابع جزء ما بين الكالكينيوس وما بين النافيكولار بالعرض كده، حاجه بالعرض كده اهو، ما بين الكالكينيوس وما بين النافيكولار، يبقى اسمه ايه؟ كالكينيو نافيكولار ليجامنت، كالكينيو نافيكولار ليجامنت اهو. يا رب يا شباب اكون سهلت حاجه، يا رب اكون وضحتها شويه او سهلتها شويه، انا اسف والله، بس يعني ايه على قد ما اقدر. لاترال كولاترال ليجامنت او ده الويكر، ده الويكر ده يعني سهل قوي وواضح قوي 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 كمان، يعني والله ما تقلقوا يعني انا مش ببالغ، بس والله واضح قوي، خلاص واضح قوي فعلا. يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثلاث اجزاء، تبع ثلاث اجزاء وكلهم يعني شارحين بعض. ده جاي، جاي اول حاجة جاي، ده جاي من عظمة الفيبولا، جاي من عظمة الفيبولا، ده اول حاجة. تمام؟ ورايح، ورايح للتيلس، رايح جزئين منهم رايحين للتيلس وجزء رايح للكالكينيوس. تمام؟ اول واحد اسمه كالكينيو فيبولار ليجامنت اهو، كالكينيو فيبولار ليجامنت، كالكينيو فيبولار ليجامنت، كالكينيو فيبولار ليجامنت، ده أول واحد. والله هو موضح نفسه من غير ما أوريك فروم وتو. كالكينيو جاي فيبولار يعني جاي منين؟ جاي من لاترال مليو، من التيب لاترال مليولاس أوف الفيبولا، من لاترال مليولاس أوف الفيبولا، هو لاترال أصلا اسمه لاترال ليجامنت، فجاي من لاترال مليولاس أوف الفيبولا، رايح فين؟ كالكينيو، يبقى رايح للكالكينيوس. رقم 2 أهو، أنتيريور تيلو فيبولار ليجامنت، أنتيريور تيلو فيبولار، والله تيلو فيبولار، تيلو يعني تيلس وفيبولا يعني فيبولار. تمام؟ يعني جاي منين؟ اهو من غير ما اريك فروم تو، يبقى اللاترال ميليرس انتوب انتيرور بورد، ما هو انتيرور بورد رايح لمين؟ رايح للتيلس. بص بقى ده اللي مختلف شويه، البوستيرور تيلو فيبولار ليجامنت اهو،
بوستيرور تيو فيبيولار ليجن. هو جاي منين؟ طالما بوستيرور يبقى جاي من البوستيرور بورتر بتاع الايه؟ الفيبولا بتاع اللاترال ميليوس. تمام. لا لا انا اسف يا شباب، انا اسف والله. طالما اسمه تيلو يبقى رايح للتيلس. تمام، هو رايح للتيلس بس طالع منين؟ من الفيبولا بقى. ده بقى الوحيد اللي مش طالع من اللاترال ميليوس، ده طالع منين؟ طالع من حاجه اسمها، خدتها انت، اسمها ميليولار فوسه. ميليولار فوسه اسمها ايه؟ ميليولار فوسه هنا كده يا شباب اهي، اسمها ميليولار فوسه. ميليولار فوسه يبقى اول واحد اسمها كالكينيو فيبولار. فيبولار يعني جاي من الفيبولا، يبقى والله انت مش قلت لنا معلومه جديده، يبقى لاترال ميليولاس بتاع الفيبولا. ماشي، كالكينيو يبقى رايح للكالكينيوس. ايه ده؟ وانتيريور تيلو فيبولار، لا انتيريور تيلو فيبولار، فيبولا يعني جاي من الفيبولا بس جاي منين برضه؟ من لاترال ميليولاس. تيلو ده رايح للتيلس. ايه ده؟ ايه المعلومات السهله دي؟ بوستيرو تيلو فيبولار بقى، بوستيرو تيلو فيبولار فيبولا، يبقى هو جاي من الفيبولا بس ده مش جاي من لاترال ميليولاس بقى، ما يضحكش عليك. ده جاي منين؟ ده جاي منين؟ جاي من الميليولار فوس. اهي كذا خط كمان اهو رايح للتيلس. يا رب يا شباب اكون سهلتها. ده اسهل من اللي فوق اظن كتير، مش شويه، ده كتير بصراحه. ومش عارف ان شاء الله هعدهم كلهم مع بعض دلوقتي بس عشان ما تزهقش مني والمحاضره ما تطولش. النيرف سبلاي اللي هو التيبيال نيرف الانتيرو والبوستيرو، ومعاها الديبيورنيال. يعني هي مكتوبه في كتاب الديبيورنيال بس يعني هي الاصح، يعني ان هي التيبيال نيرف اللي هو البوستيرو والانتيرو، واظن احنا خدناهم فوق دلوقتي. يعني التيبيال نيرف شايفينه التيبيال، لو انت مراجع الباك والدورزم، الباك والانتيرور قصدي، الباك والانتيرور بتاع الليج، هتلاقي فعلا ان ده جاي من تحت الانكل وده من فوق الانكل. يعني هي التيبيال يعني. وبرده عشان الكتاب ما يعني ما نسيبش حاجه في الكتاب، كاتب الكتاب كاتب الديبرينال برده معايا. نيجي يعني اهم حته بعد الليجامنت على طول الموفمنتس، اخر حاجه تبقى ريليشن. انا سايب لكم ريليشن في الاخر، انا سايبها لكم مفاجاه عشان ايه؟ يعني مكافاه كده لاخر المحاضره. الموفمنت اند ماسلز. الموفمنت انا قلت لك ان هو الانكل جوين نوع ايه؟ نوع هنش. هنش ليه؟ لانه ما بيعملش غير حركتين، دورز فليكشن وبلانتر فليكشن. تيجي حاجه تلخبطك بقى، اونلي الانفرجن. ويجي واحد يقول لي اللي هو ليه مش بيعمل انفرجن وايفرجن؟ انفرجن وايفرجن ليه يعمل انفرجن وايفرجن؟ ماشي، انت عندك انفرجن وايفرجن ما بيعملهاش، ملوش اي علاقه بيهم اصلا. عارف يعني انت مثلا لو جبت برنامج مثلا وجبت الموفمنتس ديت، هتلاقي وانت بتعمل ايفرجن والانفرجن هتلاقي ايه اللي بيتحرك بس؟ ايه؟ عظمه الكالكينيوس والتيلس بس، انما مش هتلاقي الفيبولا والحاجات دي بتتحرك. فالانكل جوينت بعيد عن الحاجات دي، بعيد عنهم اصلا ولا بيعملهم خالص. اللي بيعملها هي التارسال جوينت نوت الانكل. اهي التارسال جوينت نوت الانكل. تمام يلا، ترسل جوينت نوت رانك. يبقى الانكل بيعمل ايه؟ بيعمل بس دورز فليكشن وبلانتر فليكشن. بص يا شباب، بص 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 بص، الدورز فليكشن يعني هو بيرفع الدورز لفوق، فتبقى بالنسبه للانكل ايه؟ اكستنشن فليكشن اكستنشن قصدي، صح؟ اكستنشن. الدورز فليكشن قصدي يعني ايه؟ بيزق الدورز لفوق. تمام يا شباب اهو، الدورز فليكشن يعني هو بيعمل اكستنشن، اكستنشن يعني بيضم الرجل كده. اما البلانتر فليكشن، بلانتر فليكشن هو بيعمل بيزق البلانتر لتحت، بيزق البلانتر لتحت خالص، فهو بالنسبه للانكل بيعمل ايه؟ بيفرده، فبيعمل له ايه؟ فليكشن. انت واخد بالك ولا تهت مني؟ يا رب ما تكون ما تهت. بص يا عم، الدورز فليكشن يعني بيعمل ايه؟ يعني بيرفع اهو، بيرفع اللي بتاع لفوق، بيرفع الدورز من فوق، فهي بالنسبه للانكل ايه؟ اكستنشن. اما البلانتر فليكشن فهو بيفرد البلانتر اللي تحت، فبالنسبه للانكل ايه؟ فليكشن. انا بس بفهمك الكلمتين دول بس، يعني هم يعني انت حتى ما فهمتهمش هتحفظهم يعني. ماشي، ايه هي المصل اللي بتعمل الدورز فليكشن والبلانتر فليكشن؟ ده حاجات سهله والله. يعني اول انا ممكن اختصر لك في كلمتين، اللي هي المصل بتاع الانتر كومبارتمنت والمصل بتاع البوستيرو كومبارتمنت بس. ممكن اسكت على كده. طبعا انت عارف الانتر كومبارتمنت اكتر مني، يعني عارف الانتيرور كوبرت اكتر مني، اللي هم طبعا التيبيالز انتيرور اكستنسور هايسوس لونجاس اكستنسور ديجيتورم لونجاس. طب يعني مش برونيس تيرشاس، ده كله انت حافظه يعني. المصري بتاع الانتيرور ليج تيبيالز انتيروس اكستنسور هايسوس لونجاس اكستنسور ديجيتورم لونجاس برونيس تيرشاس، ده كله انت يعني الانتيرور كوبرتمنت كله يعني من الاخر، عشان يعني ما نفتيش يعني.
البستير طبعا، البستير كومبارتمنت، مثلا بتاعت البستير كومبارتمنت اللي هي انت عارف يعني، انا والله ما بقول الكلام ده، بس انا كاني بعد لك الحاجات دي كلها، جاستروكونيمياس، السوليس، البلانتاريس، فيكسور فحل اللي هو في فيكسور هايسس لونجاس، وفضل فيكسور ديتورم لونجاس، تيبياليس بوستيرور، بورنيس لونجاس، والبريفس، يعني كل الحاجات ده اصلا يعني بقول لك اختصارها في كلمتين، انتيرو كومبارتمنت وبوستيرو كومبارتمنت بس. انت طبعا هتكون عارفها يعني، مش هتكون اكيد اكيد يعني، مش هيوصل بيك انك مثلا مش هتكون عارف يعني ايه الانتيرو كومبارتمنت والبوستيرو كومبارتمنت. انت ان شاء الله يعني الموضوع والله سهل خالص يا شباب، يعني هي رخمت في الاخر شويه مني لا مثلا، بس يعني حاولت ان انا ابسط حاجه، ويا رب تكون انت فهمت الموضوع، يعني الموضوع بقى سهل وبسيط عليك. نيجي بعد كده يعني ليميتد باي ايه، ليميتد باي ايه، يعني ايه ليميتد باي ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي ايه اللي ما بيخليك مثلا لما تيجي تعمل كده، لما تيجي تعمل دورز فليكشن ليه رجلك ما تتنيش خالص؟ ليه يعني ليه رجلك ما تتنيش خالص؟ وليه لما بتيجي تقف على طراطيف صوابعك ما تكونش، ما رجلك ما تروحش راجعه لورا خالص وتروح مكسوره خالص؟ ايه الحاجات اللي بتمنع الحاجات دي؟ ليه هنا رجلك ليه هنا كده رجلك ما بترفعش خالص؟ ليه رجلك ما تتكسرش وتتني على رجلك، على الليج نفسها، الفوت ما تروحش على رجلك؟ وليه هنا لما بتقف على طراطيف صوابعك ما يعني فاهمك يا شباب، يعني ليميتد، ليميتد يعني ايه ما بيخليش تعمل كده خالص؟ يعني انت مثلا بيبقى اخرك لحد هنا، حد معين لحد هنا مثلا، ماشي، انت اللي بيخليها بقى ما تروحش حد هنا، وده نفس النظام اللي بيخليها رجلك تروح عامله خالص كده وتروح مكسوره وانت بتقف على طرف صوابعك، ده يعني دي معناها ليميتد. الليميتد ماشي، اللي بيعمل ليميتد لها تندونات طبعا، يعني هتكون ايه التندون، الحاجات المضاده ليها يا شباب، الحاجات ايه الحاجات المضاده للانتيريور كومبارتمنت؟ التندو كالكينيوس، تندو كالكينيوس، والبوستير فايبر بتاعت الدولتيت ليجامنت، صح؟ لو انت شفت فعلا صح والله، والكالكينيو فيبلر ليجامنت. هقول لك ايه، مش ده انتيريور كومبارتمنت، الحاجات اللي ورا هي اللي بتمنعه، الحاجات مش الكالكينيو فيبلر ده ورا، ايوه الكالكينيو فيبلر ده ورا، التندو كالكينيوس ده مش ورا، اه ورا اهي، التندو كي والبوستيرور فايبرز اهو، بيقول لك البوستيرور فايبرز اللي هي الديب دي الديب، البوستيرور فايبرز بتاع الديلتويد اللي هي الديب، وعندك بيقول لك ايه والفيبلر الفيبلر كالكينيو ده صح، ما هو ده ورا، كل اللي ورا، اللي ورا يعني من الاخر اللي ورا، حاجات اللي ورا اهو، البوستيرور فايبر بتاع الديلتويد، الكالكينيو فيبلر ريجمنت ده ورا، التندو كالكينيوس ده، كل ده ورا، الحاجات اللي ورا من الاخر يعني. طب ايه اللي بيعمل ليميتد هنا؟ التنشن بتاعت الاوبوزنج مثلا، نفس النظام، البوستيرور مثلا يبقى اللي قدام، الانتيور فايبر بتاع الديلتويد، الانتيور تيلو فايبر، ايه رايك بقى؟ الحاجات اللي قدام يعني، ده مش ده الانتيور كومبارتمنت، يبقى الحاجات اللي ورا هي اللي بتضد، صح؟ اه، ما هي التندو كالكينيوس ورا، البوستيرور فايبر بتاع الديلتويد، عكسها هنا الانتيور فايبر بتاع الديلتويد، الكالكينيو فيبلر، الانتيور تيلو فيبلر، التيلو فيبلر قدام، التيلو فيبلر قدام، تمام، والتنشن بتاع الاوبوزنج مثلا، تمام كده يا شباب، خلصنا برضو حته يعني، هما الحتتين صعبه، الليجامنت والموفمنت. انا خايف بس المحاضره تكون طولت من شويه، هو صعب يعني، كويس يعني لحد ما كويس والله، المحاضره ما فيهاش حاجه، انا متاكد انت هتطلع منها يعني ان شاء الله، ان شاء الله مستفيد يعني اقل حاجه 80% مثلا، تراجع مره كمان اللي هي التسكيمات مع الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، هي الحفظ فيها، الحفظ هنا والله الحفظ هنا كان بحت، بس ان شاء الله بعد الحاجات دي يعني هتكون سهله شويه. فاضل حاجه واحده بس، الريليشن، عندك الريليشن في الكتاب صفحه ونص، وهري وتشوفها تتخض، الريليشن بتاعت الانكل جوينت من اسهل ما يكون والله، ليه؟ لانك واخدها قبل كده، لان عشان تلاقي، انا بعتبر السولو فوت اه يعني تقريبا قتل المحاضره في اللي هو، بس هي اكتريتها تجميعات يعني، في ناس بتقول عليها قتل، انا ما اعرفش، في ناس بتقول عليها قتل المحاضره في قتل المحاضره في اللي هو، بس والله هي تقريبا تجميعات مليانه، بس تجميعات كلها حاجات انت واخدها، الجديد فيها بسيط يعني، مثلا هنا الريليشن بتاعت هي اصلا اختصارها ريتينيوكلا، كده خلاص اقفل المحاضره، انا عن نفسي كده ممكن اقفل المحاضره، ريتينيكولا بس، انا هقول لك بس كلمتين وخلاص يعني ايه، وما تبصش تاني، ريتينيكولا كل الريتينيكولا اللي جايه من فوق، سواء بقى الاكستنسور، البرونيس، البرونيس الفليكسور ريتينيكولا اهي، والريليشن بقى بتاعت الفليكسور والاكستنسور اللي انت واخدها كلها،
انا مش هقول فيها بصراحه عشان يعني ايه ما حسكش، يعني ده البرونيس كل حاجه الاكستنسور كل الارتيكل اللي انت خدتها بالريليشن بتاعتها. دي اختصار والله الجمله، يعني اختصار الصفحه دي كلها، الريتيكولا اللي انت خدتها الفليكسور والاكستنسور والبرونيه كلها بالريليشن بتاعتها. بس يا شباب تقريبا كده يعني احنا خلصنا، يعني وقدر اقول لكم ثانك يو يعني، وشكرا انكم استحملتوني، ويا رب اكون فدتكم باي حاجه. وعايز اقول لك بس يعني مقوله، بس يا رب بس مقوله يعني في الاخر عشان بس ما اطولش اكتر، اللي هي ايه، وان انك وان سلكت دروب الوصال المظلمه مت حبا مت شوقا. يعني بص هتموت خلاص انت نفسك توصل، فلا تتعجل فتحر، اصبر يعني خليك صابر كده. ان كانت خيرا اتت اليك وتغيرت تدابير الكون تجاهك، يعني لو كانت خير ليك ربنا يسهلها لك ويعمل لك كل حاجه، اه هتتعذب شويه. وان كانت شرا فسياتيكم خيرا مما اخذ منكم. يا رب يا شباب تكون المحاضره سهله وان شاء الله. لو في حاجه ناقصه او نفسكم تسالوا في حاجه يا ريت تملوا، اهم حاجه تملوا الفورم الفيدباك بس وتقولوا رايكم. لو انا ما بعرفش اشرح، لو انا عايزين حد غيري يشرح اي حاجه، المحاضره اللي شرحها مش عاجبكم، في جزء ناقص، اي سؤال يا ريت تبعته على كونت نجاح وتملوا فورم الفيدباك. وشكرا جدا يعني، بالتوفيق ان شاء الله.